بحماس وتحفيز يتصدى مدرب الملاكمة أسامة لكمات من أيدي أطفال تدربوا على يديه في هذه الحلبة. هي فقرة استعراضية جاءت قبل انطلاق بطولة ملاكمة داخلية للناشئين من كلا الجنسين في غزة، جمعت لأول مرة فتيات دربهن أسامة منذ 6 سنوات، لكن الوقت قد حان ليتشجعن على إظهار مواهبهن في هذه البطولة. وطبعا هذا اول مره على مستوى فلسطين يكون يعني انه يكون في بنات واولاد مع بعض يلعبوا بوكسين، وطبعا هذه البطوله حتكون نوعيه انه ننشر اللعبه في قطاع غزه للبنات. على حلبة المنافسة قدمت فرح التي لم تتجاوز 16 ربيعا اداء لافتا امام منافساتها، وسط تشجيع وفخر امها بين جمهور الحاضرين من الاهالي بما حققته ابنتها من انجازات أهلتها لأول مرة للترشح للمشاركة في بطولة خارجية. إلي بمارس الملاكمة من 6 سنوات، راح أشارك إن شاء الله في بطولة في فنلندا عن قريب. اليوم عندنا بطولة، في ثاني بطولة كانت أول بطولة ب 2020 وأخذت أفضل لاعب على 40 ملاكمة، واليوم إن شاء الله بفوز وبرفع رأس أهلي ورأس الكابتن. شجعتها ومبسوطة كثير إنه تروح تمثل غزة فلسطين وترفع رأسنا إن شاء الله. إشي حلو لأنه بنات غزة بيطلع منهم. ورغم محدودية الاهتمام والدعم الرسمي وضعف الإمكانات الذي تعاني منه رياضة الملاكمة في غزة، إلا أنها تلقى إقبالا لما تحققه لممارسيها من قوة بدنية ونفسية. أعطتني شعور كيف أثق بحالي وأثق بقدراتي وأواجه الناس وما خافش من حدا. بطولة تسعى للفت الأنظار للنهوض بواقع رياضة الملاكمة وتطوير أداء منتسبيها في قطاع غزة. ويسعى القائمون على الملاكمة في غزة لارتقاء بمستوى هذه الرياضة التي تفتقر للدعم والاهتمام الكافيين وتعاني من قلة الإمكانات والقيود على مشاركة منتسبيها من المحترفين في بطولات خارجية. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة.